الآن رشا أنت أعظم مذيعة أخبار. إذا عم تسألني أكيد، وإذا عم بتقلي ثانك يو. مزبوط مزبوط، معجبينك من 8 أدار، يعني ما فيهم ما يحضروك، بس عشاش المستقبل طبعا، بس بحطوا ميوت ميوت معظمين بيبعتوا لي منحبك كثير، دعانك انك بالمستقبل انه غير سياسي، بس بنحضرك ما تزعلي، ميوت بس ميوت ميوت بقولوا المهم بلشوا انتم شوي شوي، مش غلط ميوت، بعد فتره بتصيروا شوي بتعلوا الصوت، بعد فتره بركي بتصيروا 14 مثلا او تيار المستقبل ممكن يقلبوا. ايه ما بدهم يقلبوا يا زلمه. انت بتخيلي حالك عم تذيع اخبار على غير شاشه المستقبل؟ عن جد في غير شاشة المستقبل؟ أكيد فيي. فيكي؟ إيه؟ على المنار؟ ممكن، بس أوكي. ما تقول لي إنه بدي أحكي عن الشيخ سعد بطريقة مش حلوة، ما فيي. أها. آه وضحت، وضحت. إيه؟ على قد بتحبي للشيخ سعد؟ كل مذيعة الأخبار بحبوا للشيخ سعد؟ بينحب. ما بتحبوا للشيخ سعد؟ بلا، مين ما بحب؟ وين الزقفة للشيخ سعد ولا؟ بتعرفي شو؟ بتعرف شو رح اعمل شغلي هلا؟ تعي نتخيل انه انت هلا مذيعه على المنار، اوكي، وبدك تقري هذا الخبر. فينا نجرب؟ قعدنا محلك؟ ايه تعي قعدي محلي بشرفي. تعي نتخيل هذا. اوكي؟ قري هذا الخبر، يحو قدامك. يا بس بلا سم، ها؟ ايه اوكي، لا على المنار بسمه، في سم، انا بدي انسم. بدك تتسمسمي؟ بلش. طيب شفتيها كاميرتي لك وين هي هون؟ بس اللبس مش على هلا هلا بنعمل لك بنحط بلور. اوكي اوكي يلا. في عملية نوعية تسللت المقاومة الإسلامية الباسلة مساء أمس إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفجرت عبوة ناسفة برتل دبابات ميركافا للعدو الصهيوني الغاشم، وأسفرت العملية عن سقوط 4 قتلى للعدو وانتصار المقاومة. الله أكبر. الله أكبر. بس هذا الخبر كلنا معه. أكيد كلنا معك.